ما الأسباب الجوهرية لفرض عقوبات أمريكية غير مسبوقة على إيران؟ ماذا تريد واشنطن من طهران تحديداً؟ وما دلالة إعفاء 8 دول من زبائن النفط الإيراني من العقوبات الأمريكية؟ كيف سينعكس الواقع الجديد على سلوك طهران السياسي في المنطقة؟ هذه الأسئلة تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان ما مآرب واشنطن من عصا العقوبات الأمريكية على طهران؟